لعب في الدوري المصري مين؟ هو في مجموعه كويسه. انا عاجبني جدا، بيعجبني جدا الديفندر بتاع النادي الاهلي. بيعجبني ديانج. ديانج بيعجبني. مابولولو. مابولولو بيعجبني. طبعا ابوكا. مابولولو ولا ابوكا كابتن؟ هما شكلين مختلفين لكن اتنين هايلين، لكن ده مختلف عن ده. يعني افضل، يعني ما اقدرش برضه اقول افضل، لكن ده في مميزات وده في مميزات. مين يصلح يلعب نادي كبير زي الاهلي والزمالك؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين يعني ليه يا كابتن دايما نعدي بتجارب لعيبه زي دي بتكسر الدنيا في انديتها وتروح الاهلي والزمالك ما نشوفش حاجه؟ والله بتبقى كيمياء بتبقى كيمياء يعني. ممكن الكيمياء بتاعته راكبه هنا وما بتركبش في المكان التاني يعني. ممكن يبقى اسلوب اللعب في النادي اللي هو فيه بيعتمد اعتماد كلي عليه، في انه بيعتمد عليه في التسجيل، بيعتمد عليه في الانهاء، فبتوصله كرات اكتر، بياخد بوزيشنز اكتر. في النادي زي يعني مثلا واحد زي محمد شريف الفراوده ده الهايلين جدا. هديك مثل بسيط يعني. صح. كان عندي هداف الدوري او تاني هداف الدوري في انبي. راح النادي الاهلي بقى هداف الدوري، بس بعد كده بدا يقل شويه شويه. محمد شريف لعيب محتاج مساحات. النادي الاهلي بيضغط، فالنادي الاهلي ما بيديش فرصه ان الفرقه اللي قدامه يبقى فيها مساحات. فبالتالي محمد شريف قل في الحته دي. ماتش يا كابتن بيراميدز والزمالك اكبر ماتش، كنت دايما بسمع ان الزمالك بيشتغل بالجمهور او النادي الاهلي والزمالك، فتقول له طب ما هو بيراميدز سكواد كبير ينافس. أيوة. يقول لك بس ما عندوش جمهور. الكلمه دي انا فهمت معناها طبعًا في الماتش ده. ده اكيد طبعا. الجمهور كان ليه دور غير عادي. جمهور الزمالك من اول ثانيه لاخر ثانيه كان بيدعم بشكل انا ما شفتوش قبل كده الحقيقه يعني. روح خلق في اللعيبه دي روح في الماتش ده غير عاديه بصراحه.